نتحدث عن المهنه التي نعتز بها. دكتور محمد، هل الشركات او شركه لديكم او الشركات المختلفه تصنع بوات بهذا الحجم، ام انه هناك مرونه من خلال شركات التوزيع عندما يطلب صيدلي 110 علب 5 علب وليس بمئات العلب التي تكون حبيسه الارفف او تخزن عنه وثم بعد ذلك تكون المشكله في الاكسباير؟ من بدايه الالفينات طلع نظام يعني استخدمته شركات التوزيع، نظام ذكي، ان هو كان بيحفز الصيادله ان هو ما يخزنش عنده ولا علبه، يقول لك انت يعني انا المخزن بتاعك. يعني شركات التوزيع كانت بتقول للصيادله احنا المخزن بتاعك، انت عاوز يعني اونلاين، وحتى مكالمه التليفون على حساب الموزع. في بعض الموزعين الكبار في مصر عملوها من سنه 2000 بداوا الكلام ده، وكمان انا اعرف بعض الموزعين بداوا يحطوا حتى الكمبيوتر سيستم على حسابه وعند بعض الصيدلات عشان يربطوا عليه على المخزن بتاع شركه التوزيع. هو يحتاج علبه يطلبها بتجيله ديليفري، كانت في انه تايم. دلوقتي مع الزحمه ومع بعض المدن المتكدسه بقى عاوز يجيب مثلا عدد من العلب يكفيه. لو تخيلنا، انا عاوز بس اعلق على كلام الدكتور محفوظ، ان انت كصيدلي عندك عدد من العلب هيكفيك على دوره بيعيه. الدوره البيعيه ممكن تبقى يوم واحد، ممكن تبقى في اليوم تتقسم، وممكن تبقى اسبوع، وممكن تبقى على حسب الصيدليه والشيفت بتاعها وبتبيع دي. فانا بتكلم دلوقتي، انا مستغرب جدا من بعض النقط اللي عاوز ارد عليها. يعني اذا جاز اتفضل. الصيدلي بيقول انا عندي 100 علبه وهبيعهم، عاوز اجيب 100 علبه زيهم. ليه؟ ليه تجيب 100 علبه؟ ما انا عندي، يعني انا اشتغل على قد، يعني اصغر الدوره البيعيه بتاعتي بدل ما هي اسبوع. 100 علبه كصنف، 100 علبه كيونت. طيب يعني لا، هتكلم على صنف. هتكلم على يونت. 100 علبه دول يكونوا 100 صنف. يعني انا بس انا هتكلم على يونت وعلى صنف. لا خلينا على صنف مش يونت. هتكلم على يونت خالص. هتكلم على يونت. كويس كويس. يعني يونت نقاش محمود. انا يونت، انا ملتزم بالدوره البيعيه بتاعتي. انا قلت علبه واحده يعني الدوره البيعيه 500 صنف. ماشي اوكي. الدوره البيعيه حتى لو كانت يعني يوم يومياً، يوميا حتى لو كانت مرتين في اليوم، حلو كلام انا ملتزم بيها. طيب نيجي نتكلم في صنف. اذا انا كواحد بادئ مشروع فتح صيدليه عشان خاطر اخدم المجتمع وعشان خاطر انا اخدم نفسي، وما عنديش القدره الشرائيه ان انا اجيب الاصناف الكامله كلها عشان خاطر اخدم المجتمع الطبي واخدم المرضى وابيع العدد ده من العلب، انا ليه بفتح المشروع دوت؟ ده مش دعوه لقفل الصيدليات، لا ده دعوه للتكاتف وللتكافل. بدل ما انا معايا مثلا 500,000 جنيه عاوز افتح صيدليه، دول ما يجيبوش حاجه، اجي اروح للدكتور سيد بيه اقول له تعالى هات ال 500,000 اللي معاك كمان ولا 300 واجي لحضرتك دكتور محفوظ ونفتح مع بعض احنا الثلاثه صيدليه حجمها اكبر، تمام، ننافس بيها السلاسل ونحط فيها. دي رايي يعني، بدل ما احنا كل يوم عمالين ندي تراخيص لصيدليات جديده والصيدليه جنب صيدلي، لا ده عارف يشتري ده ولا ده عارف يشتري ده، هما الاثنين بيشتكوا وعاوزين يزودوا نسبه الخصم وعاوزين بيشتكوا من غلاء المعيشه، لا طب ما نتكاتف مع بعض ونعمل المشروع يبقى لازم يكون له راس مال معين. انا رايي بقى ان يعاد النظر في قانون فتح المؤسسات الصيدليه، وان المؤسسه الصيدليه زي المخزن بالظبط لازم يكون لها راس مال كبير، مش لازم يكون بتاع واحد لوحده، يكون بتاع مجموعه ونعمل على احدث طراز وتكون صيدليه لها حجم معين ولها وفيها راس مال مظبوط وتتعمل كشركه، تبقى شركه مش بتاع، مش كل واحد النهارده ابنه خد بكالوريوس صيدله يروح يجري تحت البيت ويروح يجري يرخص صيدليه عشان خاطر بعد كده ابنه. يعني بتتعامل مع المؤسسه الصيدليه على انها محل تجاري. انا ضد ده تماما. وبعدين يجي يعيط ويقول لك ده انا معيش فلوس اجيب ادويه، ده انا لما غليته الدواء مش معايا. الكلام ده كلام مش منطقي خالص. انت النهارده المفروض اعاده النظر في الكلام ده كله ودمج الصيدليات في بعضها زي الشركات، وعمل والتعامل مع المؤسسه الصيدليه انها مؤسسه طبيه محترمه بتخدم المجتمع وبتخدم المرضى يعني وتبقى منظومه متكامله.